بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم خليل الحراني في شرح مادة الداينامكس. إن شاء الله راح نبدأ من هذا الفيديو سلسلة فيديوهات لشرح مادة الداينامكس بدءا من شابتر 12. مادة الداينامكس طبعا تحتوي على 7 شباتر اللي هي شابتر 12 13 14 15 16 و17 و18. هاي الـ7 شباتر هي الشباتر الرئيسية اللي دائما تعطى في الفصل الدراسي، لكن بنضيف عليها شابتر 22 بصير عنا 8 شباتر. لكن شابتر 22 هذا الشابتر هو مش دائما يعطى، اللي هو بعنوان الفايبريشنز أو الاهتزازات. سبق من قبل وشرحت مادة الفلويد. لو بدنا نيجي نحكي ونقارن هذه المادة عن مع مادة الفلويد، لأنه المادتين هي من ضمن مواد الميكانيك. بنعرف أنه في عنا لتخصص هندسة الطرق والجسور أو الهندسة المدنية في جامعات ثانية، في عنا 3 مواد مساندة لتخصص هندسة الطرق والجسور من تخصص الميكانيك، اللي هي مادة الفلويد وشرحتها، وبالإضافة لمادة الديناميكا أو الداينامكس اللي راح نشرحها في خلال هذه الفيديوهات إن شاء الله، والمادة الثالثة اللي هي الهيت ترانسفير أو انتقال الحرارة. فخليني أقارن مع مادة الفلويد، بنشوف يعني من ناحية الصعوبة، من ناحية الأفكار أو عدد الشباتر. مادة الفلويد أيضا اللي شرحته أنا في السابق شابتر 1 2 3 4 5 6 7 من 1 إلى 7 بالإضافة إلى شابتر 10، يعني نفس عدد الشباتر، لكن مادة الفلويد فيها شابتر 10 كامل يعطى. مادة الفلويد يعني كبداية مثلا لشابتر 3 لنص 4 راح تكون المادة من هون نوعا ما أسهل، من بعد شابتر 4 بتكون أسهل، لكن قبل هيك بتكون فيها درجة صعوبة. لكن مادة الديناميكا أو الداينامكس في البداية راح نحس إنها متشابهة بشكل كبير مع فيزياء 1، نفس المواضيع، سقوط حر، مغذوفات، تسارع، مشتقة سرعة، وهي الأمور. فلغاية شابتر 14 راح تكون متشابهة مع مادة الفيزياء. ممكن أيضا شابتر 15 راح يكون متشابه مع الفيزياء اللي هو الزخم وهي الأمور والتصادمات، لكن بعد شابتر 15 للأمانة بتصير المادة بشكل أصعب من الشباتر الأولى في المادة على الطالب، لذلك بتكون مقدمتها أسهل من نهاية المادة يعني. وعادة مادة المد في هذا الامتحان في مادة الديناميكا بتكون في شباتر 12 13 و14، يعني لهون على الأكيد شابتر 15 ما بعرف إذا ممكن يصيروا يدخلوه أو لا في خلال امتحان المد. طيب نحكي كمان عن المواضيع اللي ممكن تكون في مادة الديناميكا. طبعا مادة الداينامكس راح نلاحظ انه شابتر 12 و13 و14 وكذلك شابتر 15، الجزء هذا اللي هون راح يكون يتحدث عن البارتيكل، يعني المادة بنعملها كجزء او جزء منفصل بناخذه بندرسه عن الجسم. لكن من شابتر يعني كل المواضيع بنحكي كاينماتكس اوف بارتيكل، كاينتكس اوف بارتيكل، لا كل هالامور للبارتيكل. لكن من شابتر 15 راح تصير الماده تحكي عن الريجيد بودي. راح تتحدث عن الريجيد بادي، لذلك راح نكون مثلا نشوف انه في عنا تشابه بالمادة ما بين شابتر 13 وشابتر 17، الاثنين نفس الموضوع، يعني بنحكي مثلا شابتر 13 كاينتكس اوف بارتيكل فورس اند اكسلريشن، لو جينا نحكي شابتر 17 بلانر كاينتكس اوف ريجيد بادي فورس اند اكسلريشن. كذلك شابتر 14 راح يكون متشابه مع شابتر 18، وشابتر 15 راح يكون متشابه مع شابتر
19، لكن شابتر 19 عادة لا يعني لا يعطى في الفصل الدراسي. أما شابتر 22 هو مختلف، حكينا موضوع عن الفايبريشن، أنا شرحت فيه عن أول نوع الأندامد. فقط أول موضوع منه سكشن 22 واحد فقط، وحليت عليه الأسئلة المطلوبة منه واللي بتشرح كل الأفكار والقوانين. آخر اختلاف الآن بدي أحكي فيه بخصوص المادة، اللي هي عن الكاينتكس والكاينماتكس. يعني مثلا عنوان شابتر 12 كاينماتكس، عنوان شابتر 13 كاينتكس. ايش هي الكاينتكس والكاينماتكس؟ الثنتين كمفهوم كاينتكس وكاينماتكس هي بيرمزوا الى الموشن او حركة الجسم. اثنين بوصفوا حركة الجسم او البارتيكل او الريجيد بودي. لكن الاختلاف ما بينهم انه الكاينماتكس هي بتدرس الحركة الموشن without taking into account force، يعني بدون ما احنا ناخذ بعين الاعتبار القوى الخارجية اللي بتأثر على الجسم. اما الكاينتكس هي تدرس حركة الجسم مع الاخذ بعين الاعتبار القوة الفورس اللي بتأثر او الفورسز اللي بتأثر عليها. وهناك اختلاف ثاني يعني من خلال البحث اللي شفته، يعني انه في مثلا الكاينتكس مكتوب انه بدخل في التطبيقات العملية في تصميم السيارات، practical applications in designing of automobiles، هاي الكاينتكس. الكاينماتكس هي لا، بتدخل في التطبيقات الابليكيشنز اللي بتدرس حركة السليشيال بادز، حركة الأجسام الفضائية، هاي بخصوص الكاينماتكس. عرفنا أيضا الاختلاف اللي هون. الآن نحكي عن آخر نقطة في خلال المقدمة تبعتنا اللي بنحكي فيها، اللي هي الاعتماد في الشرح في هذه الفيديوهات راح يكون على الملخص اللي موجود أسفل هذا الفيديو، في رابط من خلال هذا الملخص اعتمدت فيه لخصت فيه جميع أفكار الكتاب، معظم الأمثلة الموجودة كذلك في الكتاب، أيضا حل لأسئلة problems يعني الإكزامبلز الجميع الموجودة في الكتاب، مش جميعها خلينا نحكي معظمها لأنه في أمثلة ما يعني ما حليتها، أيضا جميع بعض أسئلة problems الموجودة من الكتاب، وهسه بنحكي عن هاي النقطة، وكذلك أمثلة خارجية عشان توضح الأفكار لفكرة معينة مثلا، أو إضافية بتكون فيها أفكار جديدة. فإن شاء الله هو الشرح كافي ووافي، والملخص راح يكون في كل إشي الطالب بيحتاجه موجود الرابط تبعه أسفل هذا الفيديو، وكذلك وضعت رابط آخر لحلول أسئلة البروبلمز المانيوال سوليوشنز من شابتر 12 إلى شابتر 22 للنسخة 13. يعني احنا بالمناسبة راح نشرح من النسخة ما بين نسخة 12 و13. ليش؟ لانه في مثلا مثال في نسخة 12 هو نفس المثال في نسخة 13، لكن الاختلاف بيكون فقط في انه المثال في نسخة 12 بيكون بالكيلوغرام بالمتر بالثانية، بالشابتر 13 بده يكون في الباوند بالفيت بالقدم وبالثانية كذلك، اللي هو نظام البريتش النظام البريطاني. وبالتالي احنا ما بين نسخة 12 و13 اللي ما بيفرقوا اشي عن بعض الا في هاي النقطة، وبكذلك في بعض اسئلة البروبلمز موجودة في 12 مش موجودة في 13 والعكس. اسئلة البروبلمز ليش ما حليت كثير من الاسئلة؟ لانه بيكون في كل فصل بيتم تحديد اسئلة بروبلمز خاصة في كل شابتر. عادة هاي الاسئلة بتكون مكررة في الامتحانات او بيجي افكار عليها مثلا، وبالتالي الاهم انه احنا نفهم فكرة الحل وكيف بدنا نحل ونفهم الموضوع. ولذلك ضرورة انه احنا هاي الاسئلة البروبلمز اللي بتم تحديدها من قبل الدكتور انه الطالب يحلها. ولذلك قمت بوضع الرابط اللي حكيت عنه تبع حلول اسئلة المانيوال سوليوشنز. هيك انا يعني تقريبا حكيت عن كل اشي بخصوص الشرح اللي راح نكون فيه وعن المادة.
وكذلك اي استفسار راح اضع كذلك اسفل الفيديو، كذلك رابط صفحتي على الفيسبوك في خلال وجود اي استفسار. على بركة الله نبدأ. راح نكون ترتيب النقطة الأخيرة صح اللي بدي أحكي فيها، إنه اعتمدت في تلخيصي كذلك على ترتيب الكتاب، يعني بالسكشنز، سكشن 12 واحد، 12 اثنين، 12 ثلاث، 12 أربعة، وكل سكشن إذا كان في سكشن ملغي كنت أكتب عنده هاي الملاحظة، نفس ترتيب الكتاب. وكذلك شرح الفيديوهات راح يكون على نفس ترتيب الدوسية أو الملخص اللي هي نفس ترتيب الكتاب. وفي هذا الجزء إن شاء الله هو الجزء الأول لشرح مادة، لشرح شابتر 12 اللي راح يكون بحتاج إلى 3 فيديوهات إن شاء الله لشرحه بشكل كامل. هذا الجزء راح نحكي فيه عن سكشنز 12 واحد، 12 اثنين، 12 ثلاث. 12 واحد اللي هو مقدمة حكينا عنها، الآن راح نحكي عن سكشنز 12 اثنين و12 ثلاث اللي هي أرقام الصفحات من 1 إلى 9 في الملخص. على بركة الله نبدأ مع الصفحة الأولى في الملخص. الآن خلينا نشوف بعض التعريفات اللي راح نتطرق لها وراح تمر معنا. أولا مفهوم الديسبليسمنت، الإزاحة، راح نرمز له بالرمز دلتا اس الإزاحة، أما اس راح تكون للمسافة. الانستانتينيوس فيلوستي، السرعة اللحظية أو الفيلوستي، راح نرمز لها بالرمز، يعني هاي ديسبليسمنت. هون راح نحكي عن الفيلوستي، نرمز لها بالرمز في، والاكسلريشن بالرمز A. طبعا من المعروف انه لما نحكي عن الفلوستي، الفلوستي هي عبارة عن مشتقة المسافة بالنسبة للزمن، اما الاكسلريشن هو مشتقة السرعة، يعني مشتقة السرعة تسارع دي في على دي تي. واذا بدنا نيجي ناخذ من الاكسلريشن الفلوستي، فهون لابد اني اكامل الفلوستي عشان احصل على اكامل الاكسلريشن عشان احصل على الفلوستي، وكمان اذا كملت الفيلوسيتي بحصل على الازاحه او الديسبليسمنت. في عنا 3 قوانين للحركه راح لازم هدول نعرفهم. اول قانون اللي هو في 2 يساوي في 1 زائد اي تي، التسارع في الزمن. كذلك دلتا اس يساوي في 1 في تي زائد نص اي تي تربيع، وما بدنا اشتقاقاتهم مش مطلوب منا. وفي 2 تربيع يساوي في 1 تربيع زائد 2 A دلتا S. هاي 3 قوانين فقط تستخدم، وهاي مهم جدا نعرفها في حالة كان التسارع ثابت، في حالة كان التسارع ثابت فقط. يعني إذا كان معطيني التسارع بدلالة الزمن أو معطيني إياه بدلالة المسافة مثلا، بهاي الحالة أنا ما بقدر إني أستخدم هاي 3 قوانين، فقط في حال كان التسارع ثابت معطيني اياه بالسؤال، او مثلا تسارع الجاذبيه الارضيه، بهاي الحاله انا بقدر استخدم هاي 3 قوانين. الان اذا كانت السرعه ثابته معناته التسارع بده يكون صفر، لانه اذا كانت السرعه مثلا ثابته بمقدار معين فمشتقتها بدها تكون صفر. صفر معناته لو جينا اطلعنا على القانون الثاني اللي هون، الاكسلريشن راح يكون صفر، اذا دلتا اس راح تكون تساوي في 1 في تي، ودلتا اس اللي هي اس 2 ناقص اس 1 تساوي في 1 في تي، اذا اس 2 يساوي اس 1 زائد في في تي. هذا هو القانون اللي في حاله كان السرعه ثابته، اللي هو ماخوذ من نفس القوانين الثلاثه اللي فوق اللي حكينا عنهم اهم شيء. الان في شيء ثاني بحاله، طيب كان التسارع مش ثابت، انا كيف ممكن احل السؤال او المساله تبعتي؟ انا بعرف انه الاكسلريشن يساوي دي في مشتقة دي في على دي تي، يعني مشتقة السرعة بالنسبة للزمن. لو جينا ضربناها في دي اس على دي اس، يعني احنا كأنه ما ضربناها بشيء اللي هي قيمتها 1، فدي اس على دي تي هاي اللي هي مشتقة المسافة اللي هي فيلوسيتي ضرب دي في على دي اس يساوي اكسلريشن، وهاي لو ضربناها حطيناها هون بتصير اي دي اس يساوي في دي في. هاي العلاقة جدا مهمة راح تمر معنا في خلال هذا الفيديو ان شاء الله في حل المسائل. فنبدأ مع مثال
example 12 واحد من الكتاب. الآن معطيني في هذا السؤال قيمة الفيلوسيتي 3 تي تربيع زائد 2 تي قدم في الثانية. لو شفنا نفس هذا المثال في نسخة 12 راح يكون مختلف، لكن بده يكون معطيني الوحدة متر في الثانية، فحكينا هذا الاختلاف في بداية الفيديو. طبعا ايش بده؟ بده البوزيشن اللي هو نفسه المسافة او الموقع، يعني البوزيشن بعد تي تساوي 3 سكندز، وكذلك الاكسلريشن بعد 3 ثواني. اذا عشان احسب الاس اول اشي بحكي بهاي الشكل، الفيلوسيتي يساوي دي اس على دي تي. منها انا ايش بدي؟ دي اس، دي اس تساوي في دي تي، حكينا احنا لازم نكامل، ويساوي 3 تي تربيع زائد 2 تي، هاي الدي اس دوت دي تي، بكامل من صفر الى اس وكامل من صفر الى 3 اللي هو المطلوب، تطلع قيمة التكامل اس 36 قدم. اما الاكسلريشن يساوي دي في على دي تي مشتقتها، وتساوي 6 تي زائد 2 اشتقناها، بنعوض قيمة الثلث ثواني وتساوي 20 اللي هي 18 زائد 2 20 قدم لكل ثانية تربيع. هذا هو المثال الأول. الآن المثال اللي بعده، في عندي بناية أو عمارة في عليها كرة تم قذفها للأعلى. الآن مثال نهاية صفحة 2، بدنا ارتفاع طبعا البناية 18 متر. هذا المثال هو شامل لكل ما راح يمر معنا من بخصوص السقوط الحر. بدنا ال VT، بدنا ال YT يعني Y بعد مرور زمن معين، Y max أقصى ارتفاع، والتايم لما البول الكرة hits the ground تصطدم في الأرض. الآن أنا دائما في هاي الأسئلة باجي باخذ مرجع إلي إنه للأعلى مثلا سالب وللأسفل موجب أو العكس. خلينا نحكي إنه للأعلى سالب مثلا وللأسفل موجب، فبدي في تي على قوانين الحركة اللي مرت معنا، في تساوي في واحد زائد الأكسلريشن في تي، ويساوي في واحد كم؟ طبعا معطيني إياها بالسؤال 12 متر في الثانية للأعلى طبعا، فللأعلى أنا عندي سالب، إذن سالب 12 زائد الأكسلريشن اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية طبعا بأثر الأسفل، إذن موجب في التايم لو أعطاني بعد مرور ثلاث ثواني بعوض هون ثلاث ثواني وخلص، هاي الفي 2 أو الفي المطلوبة. ما راح يفرق علينا إشي لو فرضنا تحت سالب والأعلى موجب، راح تصير 12 ناقص 9.81 تي، فراح يطلع جواب بالموجب وجواب بالسالب، لكن كقيمة راح تطلع نفس ما هي وما راح يختلف عليها شيء. واي تي باجي بطلع الثلاث قوانين اللي معي وبشوف انو قانون بقدر اوجد منه واي تي، فبطلع انه واي تي يساوي في واحد في تي زائد نص اي تي تربيع، ويساوي في واحد نفس الاشي للاعلى سالب، اذا سالب 12 في تي زائد نص في التسارع للأسفل موجب في تي تربيع. انتهى هذا السؤال. الآن نيجي على الفرع الثالث، أقصى ارتفاع. أقصى ارتفاع دائما بستخدم القانون اللي معانا هذا اللي هو في 2 تربيع يساوي في 1 تربيع زائد 2 A دلتا S. ليش بستخدمه؟ لأنه السرعة النهائية عند أقصى ارتفاع بتكون صفر، إذن هاي صفر، لأنه عند أقصى ارتفاع بهاي اللحظة قبل ما بده يرد ينزل بتكون هون توقف مؤقت للحظة معينة، وإحنا دائما في الداينامكس بندرس عند لحظة معينة، فبتكون هون قيمة السرعة صفر. يساوي في واحد تربيع اللي هي للأعلى سالب، إذن سالب 12 ولكن لكل تربيع زائد 2 في التسارع 9.81 في دلتا أس اللي أنا بدي إياها. تطلع قيمة دلتا أس بالسالب، لكن أنا ما بيهمني حكينا الرقم، لأنه لو كان فرض الأعلى موجب والأسفل سالب تطلع القيمة بالموجب، تطلع قيمتها 7.33 متر. الآن أنا إيش بدي؟ أقصى ارتفاع. أنا عرفت هون الارتفاع اللي صعدت للكرة من هون إلى هون،
عند أقصى ارتفاع، لكن أنا بدي أقصى ارتفاع باخذ معها ارتفاع البناية اللي هو 18 زائد 7.33 وتساوي 25.33 متر. طيب الآن الزمن لما تصطدم بالأرض، يعني لو جينا طلعنا الكرة لما قذفت طلعت للأعلى وبعدين نزلت على الأرض، فأنا باخذ معي نقطتين مرجعيتين اللي هي النقطة واحد والنقطة اللي هون. هسا أنا بدل ما أحسب من نقطة واحد لأعلى ارتفاع الزمن وأحسب من أعلى ارتفاع للنقطة ثلاث، لا أنا باخذ من النقطة واحد إلى النقطة ثلاث على طول. على سبيل المثال هاي ثلاث وهي واحد وهي اثنين، بدل ما أحسب لواحد اثنين واثنين ثلاث وأجمعهم، لا بحسب من واحد لثلاث على طول عن طريق القانون y تساوي v واحد في t زائد نص a t تربيع. لكن الآن y معنا معروفة اللي هي بين واحد وثلاث 18، ولكن أنا فرضي للأعلى سالب وللأسفل موجب، فأنا الكرة توجهت للأعلى، فالمسافة هاي كانت للأسفل أسفل من انطلاق الكرة، وبالتالي راح تكون 18 بالموجب يساوي الفيلوسيتي للأعلى سالب 12 في التايم اللي أنا بدي إياه زائد نص في 9.81 تي تربيع. الآن بنقل هاي لهون بتصير عندي معادلة تربيعية من خلالها بوجد قيمة تي، طبعا راح تطلع قيمة بالسالب بتجاهلها، والقيمة اللي بالموجب هي اللي باخذها اللي هي 3.55 سكند. بحكي لي لو طلب السرعة النهائية بقدر احسبها كمان من خلال في 2 تربيع تساوي في 1 تربيع زائد 2 في الاكسلريشن في دي. في 2 تربيع بدي اياها تساوي في 1 تربيع سالب 18 الكل تربيع زائد 2 في 9.81 في المسافة 18 وايش بالموجب. هاي طريقة، وممكن كمان اخذها من النقطة اللي هون، يعني هون خلينا نحكي في 3 تربيع اللي هي هون، بقدر احكي كمان في 2 تربيع 3 تربيع تساوي في 2 تربيع اللي هي عند اقصى ارتفاع زائد 2 اكسلريشن في دي. في 3 تربيع يساوي في 2 تربيع اللي هي عند اقصى ارتفاع صفر، فبتكون صفر زائد 2 في 9.81 في الديستانس اللي هي اقصى ارتفاع اللي طلع معنا في الفرع رقم 3 اللي هو 25 بوينت 33 طبعا بالموجب. بيطلع معنا نفس الجواب اللي طلع معنا هون 22.3. هذا المثال اللي هو مثال بناقش كل الأفكار اللي ممكن تمر معنا بخصوص السقوط الحر. الآن خلينا نشوف مثال example 12.2. في عنا هون مائع وهون كرة، الكرة هاي أطلقت للأسفل بتسارع مقداره سالب 4 بالعشرة في تكعيب. الانيشال فيلوسيتي 60 متر في الثانية، وبده البروجكتايل فيلوسيتي والبوزيشن افتر 4 سكندز. هذا اكزامبل من 12.2 اكزامبل 12.2. إذن المطلوب الـ velocity والـ position، الـ velocity والـ position بعد لما تكون t تساوي 4 سكند. زي ما حكينا طبعا بحالة الـ acceleration متغير له علاقة مع الـ velocity، له علاقة مع الـ time، له علاقة مع الـ s، ما بقدر أستخدم الثلاث معادلات اللي مرت معنا. إذن بقدر أستخدم أحل هذا السؤال عن طريق الاشتقاق أو التكامل. الآن هو إيش بده الفيلوسيتي؟ إذا هو معطيني الأكسلريشن بدي أرجع رجوع، يعني بدي أكامل مرة عشان أحصل على الفيلوسيتي، وبدي أكامل الفيلوسيتي كمان مرة بحصل على قيمة الأس. إذا خلينا أشوف الأكسلريشن يساوي دي في على دي تي، منها الأكسلريشن سالب 4 بالعشرة في تكعيب يساوي دي في على دي تي. طيب الآن أنا بخلي المتغير اللي هون مع الدي في اللي هون، لأنه المتغير مع اللي بدي أكامله، فبصير عندي دي تي يساوي دي في على سالب 4 بالعشرة في قوة 3. الدي تي بدي أكملها من الصفر إلى تي، ما بدي أعوض الآن قيمة الأربع ثواني، ما بدي أطلع الجواب على طول. ليش؟
بدي اطلع قيمة الفيلوسيتي بدلالة تي علشان لما ارد اكملها واطلع قيمة الاس. فهون بدي اكامل من صفر الى في، بتطلع معي قيمة الفيلوسيتي تساوي 1/3600 زائد 0.8 تي الكل قوة سالب نص، يعني 1 على هاي القيمة تحت الجذر. الآن بدي قيمة الفيلوسيتي، بعوض قيمة التي 4 ثواني، فبتطلع قيمة الفيلوسيتي تساوي 0.559 متر في الثانية. الآن عشان هاي طلعت المطلوب الأول، المطلوب الثاني بدي أطلع قيمة الأس. بنفس الأسلوب الفيلوسيتي يساوي دي أس على دي تي، منها الفيلوسيتي القيمة هاي 1/3600 زائد 0.8 تي الكل قوة سالب نص. هاي قيمة الفيلوسيتي تساوي دي اس على دي تي. طيب انا المتغير هون تي، اذا بخلي دي تي عنده، فبتصير عندي دي اس تساوي نفس القيمة هاي 1/3600 زائد 0.8 تي الكل قوة سالب نص دي تي. طبعا الان بعوض قيمة، بكامل طبعا من صفر الى اس، وهون بكامل خلص على طول من صفر لاربعة، بتطلع معي قيمة اس النهائية 4.43 متر. هذا المثال 12.2. الان نروح لصفحة 5 بالملخص. اكزامبل 12.3، بنفس فكرة المثال اللي كان توضيحي. في عنا هون في تجربة اطلاق صاروخ، اطلقنا هذا الصاروخ عن الارض، فوصل انه اتعطلت البطارية او فيلد في الانجين او انجين فيلز، فوصل الى طلع لهون وظل مشحون بنفس السرعة تبعته، فصعد المسافة للأعلى عند نقطة B، بعدين سقط عند نقطة C على الأرض. النقطة هاي A، والمسافة اللي طلعها 40 متر، وكانت السرعة 75 متر في الثانية اللي لما توقفت البطارية أو المحرك عن الحركة. فبدنا الفيلوسيتي عند C يعني لحظة الاصطدام في الأرض، وبدنا اس بي اللي هي اقصى ارتفاع تمثل. بنفس الاسلوب اللي حلينا فيه المثال للتوضيح اللي حكينا عنه اول اشي، ناقش كل الافكار. اول اشي بده الفي عند سي، خلينا اخذ اول اشي واي ماكس اللي هي اس بي، الاس عند بي باخذها عن طريق في بي تربيع تساوي في اي تربيع زائد 2 اي دلتا اس. بنفس الاسلوب بدي افرض اشي موجب للاعلى او للتحت سالب، او العكس للاعلى موجب وللاسفل سالب. فايش بده يصير؟ في بتربيع صفر عند اقصى ارتفاع تساوي في اي تربيع، بتتحرك هي للاعلى اذا موجب، اذا 75 الكل تربيع زائد 2 في الاكسلريشن تأثيره للاسفل، اذا 9.81 بالسالب، هي السالب هون، ضرب دلتا اس، بتطلع قيمة دلتا اس 286.7 متر. الآن اس بي اللي هي بدنا نجمع هاي القيمة زائد 40 متر اللي معطيني اياهم هون، نفس المثال لما كانت كرة على سطح عمارة، فبتطلع القيمة النهائية له 326.7 متر. طيب الآن بدي المطلوب الثاني في عند سي، حكينا بنقدر نحسبها اما من بي واما من اي، خلينا نحسبها من اي، فبتصير في سي تربيع تساوي في اي تربيع زائد 2 اي في دي. اذا في سي تربيع بدي اياها تساوي في اي تربيع للاعلى موجب، اذا 75 الكل تربيع زائد 2 في الاكسلريشن سالب 9.81 في الديستانس اللي هي للاسفل سالب 40. الطريقة الثانية لو أنا بدي أخذها من عند النقطة B، بتصير صفر زائد 2 في سالب 9.81 في أقصى ارتفاع اللي أوجدناه سالب 326.7، فبيطلع الجواب نفسه 80.1 متر في الثانية.
الآن صفحة 6، موضوع كل اللي تحدثنا فيه كان في سكشن 12 2. الآن نتحدث على سكشن 12 3 اللي هي الإيراتيك موشن، الحركة غير المنتظمة. في هاي السكشن بكون معطيني هو منحنيات بيانية، وبده مثلا الفي تي بكون معطيني العلاقة ما بين اس وتي، وبده في تي او اي تي وهكذا. فخلينا نشوف اول مثال سهل على الموضوع اللي هو علاقة معطيني اياها ما بين الاس والتي. بدأت بشكل تربيعي، بعدين صارت خط مستقيم خطية، فهون العلاقة كانت 0.3 تي تربيع، هاي الاس تساوي، وهون اس تساوي 6 تي ناقص 30. عند هاي النقطة كان الزمن 10 ثواني، وعند هاي النقطة كان الزمن 30 ثانية. ايش المطلوب؟ لاحظ انه معطيني اس مع تي، بده كونستراكت الفي والتي والاي والتي. اذا هون شو بدي اعمل؟ بدي اشتق العلاقة من الاس للفيلوستي، بدي اشتق، ومن الفيلوستي للاي اكسلريشن كذلك بدي اشتق. طيب خلينا نشوف الفيلوسيتي مع التي. مشتقة البوينت 3 تي بدي اشتقها بتصير بوينت، لا طلع مش مستقيم، بوينت 6 تي، او خليني اكتبها بالاحمر عشان تكون واضحة. بوينت 6 تي. طيب الان الاشتقاق تاع هاي 6 تي ناقص 30، بدي اشتقها بيطلع 6. اذا قيمة هاي في تساوي هاي القيمة، اذا هون 6 وهون 0. طب عند، ولاحظ لو البوينت 6 تي عند 10 ثواني، بوينت 6 في 10 بتطلع 6، اذا الامور صح، في تساوي 6، هون 10 وهون 30. طيب لو بدي انا اخذ الاي مع التي، هاي التي وهي الاكسلريشن، في المرحله الاولى بدي اشتق البوينت 6 تي، شو اشتقاقها؟ بده يكون بوينت 6، اذا بوينت 6 هيك راح تكون. بعدين الفيلوسيتي 6 لو بدي اشتقها بتصير 0 بهذا الشكل، وهون الاكسلريشن بكون 0.6، وهون 10 ثواني، وهون 30. هذا المثال الاول هو مثال بسيط جدا لتوضيح الافكار اللي راح تمر معنا. الان في المثال اللي بعده اللي هو مثال 12 7 و 12 8 راح نشوف الافكار بشكل اعمق شوي. المثال الصراحه 12 7 هو مثال رائع، خلينا نشوفه. اكزامبل 12 7 في الملخص صفحه 7. طبعا معطيني هون دائما الاشتقاق بيكون سهل، لكن التكامل عشان بنرجع في رجوع بيكون دائما اصعب، يعني هيك الطالب بحس. الان هون معطيني الاكسلريشن مع التايم، معطيني اياه طبعا هيك، بدأ من هون ومشى مشى لهون. هون الزمن مش معروف تي، عند هاي النقطة 10 الزمن، وعند الاكسلريشن هون 10 وهون سالب 2. طيب الان ايش هو بده؟ نشوف اول مطلوب، اللي هو الفي مع التي. يعني السؤال هيك طالب construct vt diagram و st diagram. طيب خلينا نشوف اول اشي، مثل هاي الاسئلة دايما بنشوف زي ما قبل شوي مرحلة مرحلة. اول مرحلة بتبدأ من وقت صفر، من التايم صفر الى 10. الاكسلريشن يساوي 10، ويساوي اللي هو الاكسلريشن نفسه كمان يساوي دي في على دي تي،
مشتق تل فيلوسيتي. إذا ضرب تبادل بصير دي في يساوي 10 دي تي. بدي أكامل من الصفر إلى في، وبدي أكامل الزمن من الصفر إلى إلى تي عشان أخذ بعلاقة تي أول شيء. فبتصير الفيلوسيتي تساوي 10 تي. هاي أول منحنى راح يكون عندي هون 10 تي. طبعا خط مستقيم، العلاقة خطية. الآن عند 10 تي لو عوضنا قيمة العشر ثواني، 10 في 10 بتصير 100. إذا الفيلوسيتي قيمتها هون 100، والمنحنى 10 تي. الآن بالمرحلة الثانية لما يكون الزمن أكبر من أو يساوي 10 وأقل من تي، بدي أشوف كيف بدي أحلها. طبعا نفس الإشي، الأكسلريشن سالب 2 يساوي دي في على دي تي. دي في يساوي سالب 2 دي تي. ايش الفرق هسه هون؟ بدي اكامل الدي في مش من الصفر، من وين؟ من 100. اذا الاختلاف اللي هون معي بدي اكامل الفيلوسيتي من 100 لوين؟ لفي اللي انا مش عارفها. التايم بدي اكامله من وين؟ من 10 الى تي، مش من صفر الى تي، من 10 الى تي. نتيجة التكامل هاي بتطلع الفيلوسيتي تساوي سالب 2 تي زائد 120. سالب 2 تي زائد 120. لاحظ انه السرعة هاي المنحنى بتكون هون الفيلوسيتي صفر. اذا لو بدي اعرف التي اللي هون، وهذا المطلوب بالسؤال كمان، بعوض هون هاي صفر. لما نعوض الفيلوسيتي صفر يساوي سالب 2 تي زائد 120، بننقل هاي هون بتطلع تي 120 على 2 اللي هي 60. اذا الجواب اللي هون بتكون 60 وهون 10. هيك انا خلصت من اول مطلوب اللي هي العلاقة ما بين الفي مع التي. المطلوب الثاني الان بدي العلاقة ما بين الاس مع التي. بنفس الاسلوب الان اس مع تي، برضو بدي اكامل عندي الفيلوسيتي يساوي 10 تي. الان انا بتحدث عن مرحلة من 0 الى 10، 10 تي ويساوي دي اس على دي تي. اذا الدي اس يساوي 10 تي دي تي. بنكامل الطرفين، من وين بدي اكامل؟ ببدأ من الصفر لا اس، والتايم من الصفر الى تي. ما بنعوض على طول، بدي انا اخذ اول اشي المنحنى، ما بدي قيمة. فبتطلع معي اس تساوي 10 تي تربيع على 2 اللي هي 5 تي تربيع. فبتكون منحنى تربيعي. اذا بدي ارسمه بهذا الشكل، نفرض انه هون 10، مش مشكلة يعني الرسم اللي تحت، هون 10. اذا هون شو صار؟ 5 تي تربيع. طيب كم قيمة اس لما تكون 10؟ 100 في 5 اللي هي 10 تربيع يعني 500. اذا هون كم قيمة اس؟ 500. الان بدي اشوف المرحلة الثانية اللي هو من الزمن 10 الى تي. اللي نفس الاشي، الفيلوسيتي يساوي اللي هو سالب 2 تي زائد 120 اللي هي هاي المنحنى هذا، يساوي دي اس على دي تي. الان دي اس يساوي سالب 2 تي زائد 120. الان بدي اكامل الدي اس من ال 500 اللي طلعتها الى اس اللي انا مش عارفها، وبدي اكامل السالب 2 زائد 120 من العشرة الى تي. بتطلع نتيجة هذا التكامل الاس تساوي سالب تي تربيع زائد 120 تي ناقص 600. ولانه الاشارة تبعت معامل التربيعي سالب، فراح يكون مقعر للاسفل، فراح يكون بهذا الشكل مش مقعر للاعلى زي المنحنى الاول، فبكون
سالب تي تربيع زائد 120 تي ناقص ايه ناقص 600، آسف هون ناقص 600. طيب طيب الآن احنا هيك بنكون بنعوض آخر شيء طبعا عن تي 60 اللي احنا وجدناها هون، تطلع قيمة اس 3000 كأنها، نعم 3000 متر. وهيك بكون انتهى هذا السؤال. نيجي نشوف آخر مثال معنا اللي هو اكزامبل 12-8. المثال اللي أمامنا راح يكون على فكرة مختلفة، معطيني إياها هو هون علاقة ما بين الـ V مع الـ S، الـ V مع الـ S. طيب إيش معطيني إياها كمان؟ معطيني هون الرسم البياني هون V تساوي 50، هون 0.2S زائد 10 اللي هي الـ Velocity طبعا، وهون النقطة هاي 200 واللي هون 400 بتكون اس. وطبعا اللي هون لو بدي احسب الفلوسيتي 0.2 في 200 زائد 10 بتطلع 500 50 عفوا. وهون بعوض قيمة الاس 0 بتطلع 10. الان شو المطلوب؟ كونستراكت الـ A مع الـ S، A مع الـ S، وكذلك الـ Time لما الـ S بتكون 400 اللي هون. طيب خلينا نشوف هاي الفكرة. عشان أوجد الـ A مع الـ S، وطالما هو معطين العلاقة ما بين الـ V والـ S، برجع للعلاقة اللي حكيت عنها مهمة اللي هي ADV، ADS يساوي VDV، يعني اقسم على دي اس بتصير الاي تساوي في دي في على دي اس. طيب الان انا بنفس الافكار اللي مرت معنا قبل بدي اعامل مرحله مرحله. الاكسلريشن يساوي الفي، الان بدي اتحدث عن مرحله من صفر، من اس صفر ل 200. الاكسلريشن يساوي الفيلوسيتي بهاي المرحله اللي هي 0.2 اس زائد 10 ضرب دي في على دي اس، مشتقة نفسها هاي اشتقها بتطلع 0.2 اس زائد 10 اشتقها بالنسبة لاس بتطلع 0.2، فبصير معي الاكسلريشن يساوي 0.04 اس زائد 2. طيب لما تكون الاكسلريشن عند اس تساوي 0 بتكون تساوي 2، والاكسلريشن لما اس تساوي 200 بتصير 200 في 0.04 زائد 2 اللي هي 10. فبتبدأ من 2 وبرسم المنحنى اللي طلع معي 0.04 اس زائد 2، وعند 200 بتكون قيمتها 10. المنحنى الثاني ما في داعي، فيلوسيتي 50، بدي اشتقها على طول بعطين الاكسلريشن صفر، فمعناته هي هيك بتنزل وهيك. هيك انا بكون عملت اول مطلوب مني اللي هو ارسم الـ A مع الـ S. الان بخصوص الزمن علشان انا اوصل له بنمسح هذا لانه ما راح يلزمنا بالحل، بنمسح اللي هون كله. طيب الفيلوسيتي تساوي، الان المطلوب الثاني انا بدي اوجد التايم، بدي اوجد التايم لما تكون الاس تساوي 400. خلينا نشوف الحل. الان الفيلوسيتي تساوي دي اس على دي تي، منها الفيلوسيتي 0.2 اس زائد 10 تساوي دي اس على دي تي. بنقل الدي تي لحال وبخلي المجهول الاس مع الدي اس، وتساوي دي اس على 0.2 اس زائد
10. الآن بدي أكامل الدي اس من وين؟ من الصفر لوين؟ لعند 200، والدي تي من الصفر للتي، فبتطلع قيمة تي نتيجة التكامل اللي هون بتطلع 8.05 سكند، لكن هاي للمرحلة الأولى 8 ثواني. طيب خلينا أشوف الآن المرحلة الثانية، نفس الفكرة، الفيلوسيتي تساوي دي اس على دي تي، منها الفيلوسيتي كم قيمتها في المرحلة الثانية؟ 50، تساوي دي اس على دي تي، ضرب تبادلي. انا ايش اللي بدي اياه الان؟ دي تي، فبخلي دي تي لحال تساوي دي اس على 50، دي اس على 50. الان انا هون بدي اكامل من 200 لل400، والدي تي بكملها من 8.05 لعند التي. بقدر احكي من صفر لتي وارد اجمع الجواب اللي بيطلع معي مع 8.05، بس الاصح لا هيك، من 8.05 لتي. والدي اس طبعا من 200 ل 400، هون ما في داعي اكتب من 200 لاس واخذها بدلاله اس، لانه انا الهدف ان اوجد قيمه التايم على طول، فبتطلع قيمه التايم بنكملها على الاله الحاسبه بتطلع 12.05 سكند. وهيك بنكون انهينا هذا المثال، وانهينا شرح سكشن 12.2 وسكشن 12.3. ان شاء الله مع فيديو ثاني اللي راح يكون متابع لهذا الشابتر، شابتر 12 في مادة الداينامكس، وان شاء الله توفيق ونكون الشرح فادكم بشكل كامل. كان معكم اخوكم خليل الحوراني، طالب هندسة مدنية سنة رابعة في كلية البوليتكنيك، كلية الهندسة التكنولوجية. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.